السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده هنعمل تقييم لكورسيرا سبيشاليزيشن اللي هي بايثون فور ايفري ون. كورس عباره عن كورس خدته في بايثون. هو السبيشاليزيشن ديت عباره عن 5 كورسات مع بعض. انت تاخد الكورس بالترتيب كده لحد ما يوصلك لمرحله معينه تبقى متخرج كويسه جدا في بايثون كده، تمام؟ لو انت مش عارف بقى كورسيرا وكده، فانا ان شاء الله هسيب تحت الديسكربشن ايه هو كورسيرا والموقع ده وازاي عرفت على الموقع ده، فهو هيعلمك ان شاء الله كل حاجه من الصفر خالص. فيا ريت يعني لو انت تقرا المقالات والحاجات اللي انا هسيبها تحت الديسكربشن هتفيدك كتير جدا وهتبقى مفيده جدا لو انت ان شاء الله قررت انت تكمل مع كورسيرا. فهو صراحه موقع جميل جدا وانا انصحك بيه، في كورسات جميله جدا. بس ما شفتكش تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ويا ريت لو عجبك الفيديو شير مع اصحابك وتعمل لايك. فيلا بينا. تمام يا شباب، هو ده موقع السبيشاليزيشن، هو بايثون فور ايفري بودي. هو السبيشاليزيشن مكونه من 5 كورسات زي ما انا قلت لكم. هو اول كورس ده اللي هو بروجرامينج فور ايفري بودي، ده بيعلمك ازاي تبدا تبرمج باستخدام بايثون، يعني من الصفر خالص، مش لازم يكون عندك اي خلفيه في البرمجه. وتاني كورس اللي هو داتا ستراكشر، ده بيعلمك ازاي تستخدم اللي هو الطبل والليست والديكشنري. نسيت اقول الحاجه مهمه، الكورسات دي بتهيألي ان شاء الله لها ترجمه عربي، فانت ما تخافش مثلا ولا حاجه وتقول لا ده انجليزي وانا مش هفهم حاجه، فانت لا، في ترجمه عربي ان شاء الله، فانت خش الكورسات ديت وحاول تاخدها ان شاء الله ولها ترجمه عربي. وتاني حاجه اللي هو ويب اكسس، ديت اكسس ويب داتا اللي بيعلمك ازاي تستخدم بيوتيفول سوب وي ار ال ليب 3 وكل اللايبريز ديت، تمام؟ وبيعلمك ازاي تعرف تعمل مشروع باستخدام اللي هو توتر اي بي اي، فهو صراحه الكورس ده مهم برضك. وبعد كده عندك اللي هو يوزنج داتا بيز، يعلمك ازاي تستخدم داتا بيز وازاي تستخدم سيكوال لايت 3. وبعد كده اخر كورس خالص اللي هو كابستون ريتريفنج اند بروسيسنج، دي عباره عن ايه مشروع ختامي كده، بيعلمك يعني بيجيب كل الحاجات اللي انت اتعلمتها في السبيشاليزيشن ديت ويحطها في مشروع واحد. تمام، انا شفت الكورس ده وبعد كده لقيت دكتور تشاك اللي هو بيشرح السبيشاليزيشن ديت بيقول لك ان هو مش هيشرح اي حاجه جديده، هو عباره عن مراجعه اللي هو قاله قبل كده، فيعني صراحه ما كملتش الكورس يعني وكده. بس هو صراحه السبيشاليزيشن كلها ككل يعني هي جميله جدا، يعني انصح بها جدا. ودلوقتي وكمان انا هوريك دلوقتي شكل الدرس بيبقى عامل ازاي وكده. فانت اول ما تعمل مثلا الايميل بتاعك على كورسيرا وكده وتفتح مثلا السبيشاليزيشن ديت، هتلاقي ان في حاجه شبه كده اللي هو ترايف فري فور 7 دايز، ديت بقى تتك هنا على رول فور فري، ماشي؟ فهو يقول لك ان انت عندك 7 ايام تقعد تجرب فيهم السبيشاليزيشن ديت كلها، هيبقى كل الكورسات عندك مفتوحه، ممكن ان انت تتفرج عليهم كلهم. وانت خلصت الكورسات ديت في خلال ال7 ايام ممكن تاخد فيهم تاخد السيرتيفيكات، وانا هوريك السيرتيفيكات او الشهاده عامله ازاي دلوقتي، تمام؟ بس حاجه تانية بقى، ان انت ممكن ايه لو انت مش عايز تعمل كده، هبرضك اسيب لكم في اللينكات ازاي تفعل الايميل بتاعك على كورسيرا بحيث ان انت تثبت لهم ان انت شخص حقيقي فعلا وكده، وان انت ممكن تقدم على الفاينانشال ايد دي. فيا لو فاينانشال ايد بتاخد الكورس، بتقدم مثلا بياخد 2 اسابيع يتراجع الطلب بتاعك، وبعد كده هو اي طلبات ان شاء الله بيتقبل، اول ما بيتقبل الكورس بيبقى معاك مفتوح شايل زي اي واحد شاريه بالظبط، تمام؟ فدلوقتي تعالى نشوف اول كورس، الكورس اللي هو بروجرامينج فور ايفري بودي ده، تمام؟ هنا هو دي عباره عن الشابتر 1 2 3 هكذا يعني. والشباتر هنا متقسمه على حسب الاسابيع، كل اسبوع بيدي لك شابتر وكده يعني، بس انت هنا ايه مش مرتبط باي جدول زمني، هنا تذاكر على حسب ما تحب. انت ماشي تاخد الكورس في اسبوع مثلا ولا حاجه، او الشابتر الاولاني في اسبوع والتاني في اسبوع وهكذا، لا انت تمشي على حسب راحتك انت، يعني انت بتعرف تذاكر ازاي وبتعرف قد ايه، يعني انت مثلا ممكن تخلص الكورس كله في 3 ايام، في يومين، في يوم، عادي براحتك جدا. فبس انا بنصحك انت تفعل نظام اللي هو مين؟ سبونج مود. سبونج مود مش ده؟ ده، تمام. سبونج مود دي يعني ايه؟ ان انت مثلا تخلي السرعه بتاعت البلاير او مثلا سرعه الفيديو تخلي مثلا 1.5 2 1.75 وهكذا، يعني بحيث انت تسرع الفيديو بسرعه، عشان الدكتور تشاك بيتكلم ببطء، فانت يعني ايه هتحس انت عايز تسرع الفيديو اكتر، وحاول تعود نفسك انت تشتغل بالطريقه ديت، عشان ده هيوفر عليك وقت كتير وهتعود دماغك ان هو يتلقى المعلومات بسرعه كده ويخزنها بسرعه، تمام؟ فتعالى نشوف مثلا ايه الكورس كده من جوه عامل ازاي. تمام، ادي شكل الكورس من جوه، انا خلصت طبعا الكورس وعملت ريفيو كمان، فهو الكورس عامل كده، تمام؟ فانت تخش على اي ويك 1 ويك 2 ويك 3 وهكذا، فهتخش على بتاع مثلا رقم 6، تمام؟ الفانكشن دي شكل البتاع من جوه اهوت، وهنا بيبقى تحت كل فيديو بيبقى هنا في تحته هنا ترانسليشن، يعني لو اتكيت عليها هيتنقل للحظه هيتنقل للحظه معينه في الفيديو كده يعني، تمام؟ وبعد كده
جودو فون رسم ديت هو دي اللي هو عمل بايثون اساسا، دي اللي برمج بايثون واخترع بايثون ذات نفسه تمام. وفي اساسا مثل الكورس ان هو في اي مثل دكتور تشاك ان هو في اي كورس بيعمله ان هو بعد كل شابتر بيعمل لك انترفيو كده او بونص، بيعمل انترفيو مع واحد يعني مثلا مره عمل انترفيو مع جودو فون رسم فان رسم، وعمل مثلا انترفيو مع اللي هو مخترع جيسون، وعمل انترفيو مع مخترع روبي اون ريلز، يعني مخترعين كتير جدا صراحه يعني ومبرمجين كتير، وهو يعني صراحه الانترفيو بتاعته جميله جدا تمام. بس فهو ايه ده شكل الكورس وهكذا. مثلا انت بقى بيبقى مثلا على الكورس عندك هنا ريفيو مثلا كويز كده ما عليهوش درجات، انما الاساينمنت دي اللي عليه درجات بقى دي اللي لازم انت تخلصه عشان ايه تاخد الشهاده بتاعت الكورس بتاعك. وعندك هنا اللي هو يوزنج فانكشن دي بقى الفيديوهات اللي هي المحاضرات بتاعت الشابتر تمام. ده شكل المحاضرات هو بيشرح هو تمام. ويبقى مثلا في الشريط كده بتاعت المحاضرات بتلاقي مثلا علامه صفرة كده موجوده في النص، دي بيعرفك ان هو في سؤال هيطلع عند اللحظه ديت، ففي سؤال بيطلع وانت بتجاوب على السؤال ده، ولو جاوبته صح بيكمل الفيديو، لو ما جاوبتوش صح بيحاول ان هو يعرفك ايه الغلط وتحاول انت تجاوب تاني وهكذا. فدي صراحه حاجه جميله جدا مش موجوده في معظم المواقع اللي هي بتاع الكورسات وكده، فدي حاجه جميله من كورسيرا وكده. بس فهو ده كان تقييمه اللي هو السبيشاليزيشن. فانا بقول لك اهوت يعني صراحه جميله جدا، انا بنصحك بها جدا يعني، كانت اول ما تخلي البايثون فانا بصراحه انا بنصحك بها، وهي التقييم بتاعها عالي جدا يعني. انت لو جيت بصيت على تقييم الكورسات هتلاقي الكورسات يعني يعتبر واخده كلها 5 نجوم، فانا انصحك بها ان شاء الله. وهي ان شاء الله هسيب لك تحت في الديسكريبشن ايه هو كورسيرا وازاي تشترك في كورسيرا وازاي تفعل الكورس الايميل بتاعك وازاي تاخد الكورسات بالمجان وكل حاجه، فان شاء الله هسيب لكم تحت في الديسكريبشن، ويا ريت تنزل تبص عليها ان شاء الله، فدي هيفيدك كتير جدا ان شاء الله. دي كانت كونتر سبيشاليزيشن النهارده، يا رب اكون فدتكم ان شاء الله. ويا ريت لو لسه ما عملتش اشتراك تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ويا ريت عجبك الفيديو ريت تعمل لايك وشير مع اصحابك، ويا رب اكون فدته لحد واحد بالفيديو ده. يلا سلام عليكم.